مرحبا بكم متتبعي مسلسل العروس، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 30 مترجمة للعربية. وفضلا منكم صديقتي لا تنسوا التشجيع بلايك. وفي بداية الحلقة، بعدما كان جيهان لا يريد أن يدخل إلى المنزل وهو غاضب من هانجر، كان يريد أن يذهب، ثم ألحقت به هانجر وقالت له: ما أريد أن أقوله لك ليس عني ولكن عن فاطمة وابنتها أسو، إنهم عندي بالداخل. قال لها: ماذا هناك؟ قالت له: لقد تم طردهم ولقد أقنعتهم ألا يذهبوا قبل أن يتحدثون إليك. ثم قال لها: ماذا حدث؟ قالت له: لا أعلم ولكن تم الافتراء عليهم. وقالت له: هذا ليس من شأنك، ولكن الخالة فاطمة اشتغلت عندكم لمدة سنوات، ولكن ليس من الصحيح أن تذهب هكذا بدون أن تتحدث إليها وتفهم ما هي المشكلة. وفي هذه الأثناء دخلت بيزا إلى مقدار وقالت لها: لقد ذهب جيهان دون أن يذهب مع هانجر. قالت لها: وأنت كيف علمت بذلك؟ قالت لها: لقد أخبرتني كلثوم، لأن لقد سقط قرط حلقها في المنزل، وعندما ذهبت كانت المصابيح مضيئة ولم تجد هناك جيهان. المهم، حكت لها على أن هانجر لم تذهب مع جيهان. وفي هذه الأثناء كان جيهان يستمع إلى السيدة فاطمة وأسو، وكانت تقول له: لقد عملت لمدة سنوات، ولكن ابنتي حقا أخطأت واقترضت المال، ولكن أنا لم أسرق أبدا وابنتي لم تسرق أبدا، أقسم لك أنها لم تسرق. ثم بعد ذلك قال لها: أنا أفهم. وكان جيهان يتخيل عندما أرسل له نصرة تلك الأساور، كانت أسو تقول له: أقسم لك يا أخي جيهان أنني لم أسرق أي أساور. وكانت السيدة فاطمة تقول له: هل شهدت مني أنني أقلل من احترامك يوما ما؟ قال لها: أستغفر الله. ثم قالت له: وأنا كذلك أشكرك يا ابني، ولم أرى منك شيئا. ثم قالت له: كنت سوف أغادر، ولكن لولا هانجر هي من أرغمتني على البقاء حتى أتكلم معك. وكانت تقول هانجر: أنا شعرت على أن هناك سوء فهم لهذا، كان يجب أن تتحدثي معه. وقالت له: أنا أريدك أن تثبت على أننا لم نسرق. وكانت أسو تقسم أنها لم تسرق وكانت تريد أن تذهب. قال لها: لن تذهبي إلى أي مكان، سوف تبقي هنا وأنا سوف أحل كل المشكل. وبعد ذلك قالت له هانجر: شكرا لأنك استمعت إليهم. قال لها: لقد فعلت ما يجب علي فعله. ثم بعد ذلك قال لها: لا تدعيهم يذهبون. وذهبت لكي تنام، وظل جيهان يفكر. وفي هذه الأثناء كانت مقدار ذاهبة هي وبيزا لكي تذهب عند هانجر، وكانت تقول: إذا سمحت لهم بالدخول سوف أوريها. وبعدها شاهدت جيهان وقالت له: ابني لماذا أنت هنا؟ ألم تذهب إلى حريكي؟ قال لها: لم أذهب، ولحسن الحظ أنني لم أذهب. وبعد ذلك قال لها: وأنت ما إلى أين كنت ذاهبة؟ قالت له: رأيت على أن الأضواء مشتعلة في المنزل وكنت أريد أن ألقي نظرة على هانجر. قال لها: لا تقلقي هي بخير، أنا كنت عندها. وبعدها نظر إلى بيزا وقال لها: بيزا هو أنت. ثم قالت له: أنا. ثم قال لها: وهل كنت تذهبين إلى مكان؟ قالت له: أنا كنت أرافق خالتي. ثم بعد ذلك كان ينظر إليها وقال لها: وهل كنت ترافقينها؟ ربما كانت سوف تخاف أو شيئا من هذا القبيل. وبعدها قال لها: وهل سرق لك شيء؟ كانت تنظر إليه مستغربة. ثم قالت له: ماذا تقصد؟ قال لها: في الصباح سوف تكتشفين ذلك. وكانت السيدة فاطمة تتشكر هانجر وتقول لها: ربي يحميك ويحفظك لما فعلتيه معنا. كانت تقول لها: لم أفعل لكم شيء. قالت لها: لقد فعلتي معنا الكثير، لولاك ماذا كان سيعتقد عنا سيد جيهان؟ وكانت أسو تقول: حدث هذا لأن جيهان لم يكن هناك أساسا. شكرا لك هانجر. وقالت لهم: لا تقلقوا، سوف تتحقق العدالة. وفي هذه الأثناء كان جيهان يفكر عندما كانت هانجر لا تريد أن تذهب معه في اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك عندما نادت إليه من أجل فاطمة وأسو، وكان يقول: في بعض الأحيان تتصرف بطريقة دافئة وأحيانا لا، من أنت وماذا تحاولي أن تفعلي؟ وفي هذه الأثناء كانت كذلك هانجر تتذكر كلامه مع ياسمين على أنه ما زال مصر على
أطفال الأنابيب بدون أن يلمسها، وبعد ذلك كانت تقول إنه يفعل نفس الشيء مرة أخرى، وكأنني أتعامل مع رجلين مختلفين، واحد يدفئ قلبك والآخر بارد غير مبالي مثل جبل الجليد، وأنا لا أعرف أي واحد منهم أنت. وجاء الصباح وأتى جايهان إلى طاولة الفطور، وكانت الطفلة منجم سعيدة جدا. بدأ يسأل جيهان عن فاطمة وابنتها السو، وقالت له مقدار على أنهم ذهبوا. وبعدها كان يقول ولماذا كان يعمل حاله كأنه لم يعرف شيئا، وكانت بيزة تقول لقد سرقوا مهري، يعني لقد سرقوا الأساور، لم أجدهم في مكانهم. وقال لها وكيف علمت على أنهم سرقوهم؟ وقالت له لأن الفتاة كانت متدينة المال، ولقد طردت من المدرسة ولهذا سرقت الأساور لأنني لم أجدهم. المهم بعد ذلك قال جيهون المال الحلال يعود إلى أصحابه. وكانت بيزة مصدومة وكذلك مقدار، والجميع كان مصدوم. وفي هذه الأثناء كانت هنجر في المطبخ وكانت تفكر وتقول يا ترى ماذا يفعل. ثم بعد ذلك كانت تقول لماذا أنا منزعجة هكذا. ثم بعدها أتت فاطمة وقالت لها يا فتاة ماذا تفعلين لوحدك هكذا. كانت تحاول أن تساعدها ولكن قالت لها أنت مجرد ضيفة، هيا اذهبي، لن تفعلي أي شيء ولم تجعلها تلمس أي شيء. وكانت أسو في النافذة وتراقب، وقالت لها أمها ماذا تفعلين؟ قالت لها أنا أراقب على أن العاصفة سوف تندلع الآن، وأريد أن أرى وجه القردة بيزة كيف سوف تتصرف بعدما ظلمتنا وماذا سيحدث لها. قالت لها يا ابنتي لا تفعلي ذلك، إن الله هو من يعاقب الشخص. وفي هذه الأثناء كان جيهان يقول لها هذه هي الأساور التي تقولين عنها أنها سرقت، ها هي. ثم بعد ذلك كانت مقدار تقول له ولكن يا ابني أين وجدتها؟ قال لها هذا السؤال سوف أسأله إلى بيزة. وبعدها بيزة كانت تسأل جيهان وقالت له أين وجدتهم؟ قال لها لقد أرسلهم لأباك. وبعد ذلك كانت مقدار تنظر إليها بغضب وقالت لها كيف وصلوا إلى أباك؟ قالت لها لا أعلم. ثم بعدها قالت له ما زلت تكذبين، هيا قولي. كانت لا تزال تتلعثم في الكلام، وكانت مقدار غاضبة من نفسها وتقول كيف طردت الخدم الذين كانوا يخدموني لمدة سنوات عديدة؟ كيف وصلت إلى درجة هذا الحد من الدناءة؟ كيف أفعل هذا وجعلتني أفعل هذا الشيء؟ ثم بعد ذلك كان جيهان يقول الحمد لله على أنني وجدت شخصا حكيما أوقف هذا الخطأ قبل فوات الأوان. وقالت له مقدار ومن فعل هذا؟ قال لها العروس زوجة ابنك هي من جعلتهم يظلوا ينتظرون حتى يأتي رئيس المنزل ويتحدث. لقد كانت ذكية، وكانت سينا تبتسم وسعيدة جدا. وبعد ذلك قال لها سوف تأتي الخالة فاطمة وابنتها أسو إلى هنا، وأنت سوف تعتذرين منهم، وإن لم تفعلي ذلك سأحاسبكم جميعا، وليكن في علمك على أن السيدة فاطمة كانت هنا قبل أن تأتي أنت. المهم ذهب وتركهم، وكانت مقدار غاضبة جدا من بيزة. وكانت في هذه اللحظات ذريا ما زالت منشغلة مع المال وتريد أن تخرجهم لكي تذهب بهم لأجل أن تحصل على الفائدة من ذاك المال، ولكن لا تعلم على أن ذاك المال ربما قد يذهب منه ولن تجد منه سنتا واحدا بهذا التصرف. وفي هذه الأثناء كانت فاطمة تقول لهنجر يا ابنتي دعيني أساعدك. المهم كانت أسو تنتظر الأخبار الجيدة، وأتى جيهان. وبعدها ذهبت هنجر وفتحت الباب وكان ينظر إليها، ثم بعد ذلك قال لها لقد تعاملت مع الموضوع ولقد عرفت أخطائها بيزة وسوف تعتذر، وكذلك أمي سوف تفعل ما عليها أن تفعله. وكانت فاطمة وكذلك أسو سعيدين بذلك، وكانت كذلك هنجر سعيدة وقالت له شكرا لك. وكانت مقدار غاضبة جدا من بيزة وكانت تريد أن تتحدث معها على انفراد، وكانت سينما تدري ماذا سوف تفعل مقدار لأنها تعنفهم. وبعد ذلك قالت لها هيا الحقيني هناك أعمال سوف نختمها أنا وأنت. وذهبت سينم إلى بيزة وقالت لها يا ابنتي هيا اذهبي إلى أباك إلى المنزل الآن، هيا اذهبي الآن. كانت بيزة مصرة وقالت لها أنا لست عاجزة مثلك ولا أخاف، ولدي أبي وهذا بيتي. وذهبت إلى مقدار، وكانت أسو سعيدة جدا على أن
هنجر هي السبب في فعل كل هذا، وكانت تتشكرها وكذلك فاطمة. وفي هذه الأثناء كانت مقدار تتحاسب مع بيضة، ودخلت إليها الغرفة وكانت تقول لها وقالت لها ماذا حدث الآن في غرفة مغلقة وحدنا؟ هيا أخبريني، إذا فعلت ذلك بهنجر كنت سوف أتفهم وأقول الغيرة، وإذا فعلت ذلك بسينب كنت سوف أتفهم وأقول الغيرة من ابنتها، ولكن لقد أوصلت نفسك إلى مكان الخدم وأنا معك، لقد أوقعتني. قالت لها لقد أخطأت. قالت لها أصمتي، ما كان عليك أن تفعلي ذلك، أولا فعلت أشياء قبل الزواج والآن الافتراء، لقد دمرت مكاني كأم أمام جيهون، لقد أدخلتني في جرائمك. كانت تقول لها أنا أعتذر أنا أخطأت، ثم قالت لها أصمتي، ضغينتك ليست ضد جيهون ولا هنجر، ولكن ضغينتك ضدي أنا، عداؤك ضدي أنا. قالت لها حسنا، وحملت ذاك العكاز وكانت تحمله أمامها وكانت تقولها أنا من فعلت هذا، إذا أنت تفعلي هذا ضدي أنا، إذا كنت تقولي تقومي بهذا العمل لأنني فسخت زواجك فهيا. وكانت سينم خائفة جدا وخرجت من المنزل لأنها تعلم بأن مقدار سوف تضرب بيزة مثل ما كانت تضربها. وكانت بيزة خائفة وتقول لها عمتي هل سوف تضربينني؟ قالت لها ألن أفعل ذلك، ثم كانت سوف تضربها وهربت منها وقالت لها لن تهربي مني، وأقفلت الخادمة كلثوم الباب عليها. وفي هذه الأثناء كانت تضربها، وكانت بعد ذلك سينم في الحديقة وهي تتخيل عندما كانت كذلك تضربها في الماضي. كانت تقول لها ما دمت لم تذهبي مع والدك إلى المنزل واخترت أن تبقي في هذا المنزل عليك أن تدفعي الثمن، كل شيء بثمن. وبعد ذلك كانت بيزة حزينة جدا وتبكي. وفي هذه الأثناء كانت هنجر في المنزل، ثم أتت إليها سينم وكانت تريد أن تتحدث معها وتدخل لكي تجلس معهم. وفي هذه اللحظات كانت بيزة المجنونة كانت حزينة وتبكي ومكسرة من أثر الضرب، وكانت تقول اللعن عليك كل هذا بسبب جشعك. ثم بعد ذلك اتصلت بأنجا وقالت لها لماذا فعلت ذلك بي؟ قالت لها أنا لم أفعل أي شيء، فقط لقد ساعدتك، أباك شاهد الأصاور وأنا فعلت ذلك لكي أساعدك. قالت لها فضلا من أن تشكرينني تقولي هذا. ثم قالت لها سوف أقتلك. قالت لها اللعنة عليك، لماذا فعلت هكذا؟ سوف أنتقم منك كل ما تفعلينه. قالت لها سوف أخبرك بأن في رقبتي الألماز، فأنا سعيدة جدا ولا أريد أي شيء منك. كانت سعيدة لأن أباها أعطاها المال وهو يهتم بها. قالت لها ابتعدي عن أبي وإلا سوف أقتلك. قالت لها ليس لدي ما أخسره ولا شيء يوقفني. قالت لها لا تهدديني لا ينفع ذلك. قالت لها هيا اذهبي، أنا لدي الآن ما أفعله ولدي موعد خاص مع والدك. وكانت تقول بعد ذلك بيزة اللعنة عليك من جهة أنجا ومن جهة ما فعلتم أنتم، ولكن سوف أنتقم منكم كلكم. المهم كانت غاضبة جدا بيزة. وفي هذه اللحظات كانوا الجميع يتحدثون، وبعد ذلك كانت فاطمة تشكر هنجر ولولاها لما حدث كل شيء، وأخبرتهم سينما ما حدث بداخل القصر. وبعدها كانت تلمح على أن بيزة فعلت كل هذا بسبب الغيرة، ولكن كانت سوف تفضح كل شيء وتخبر على أن بيزة هي زوجة جيهون. وبعد ذلك في هذه اللحظات كان جيهون في المكتب، وكان إنجل يحاول أن يتحدث إليه وليلمح له عن حياته الزوجية وعن هانجر، ولكن جيهون كان لا يريد أن يتحدث في أي شيء. وبعدها أتت كلثوم وقالت لهنجر لكي تأتي إلى القصر لأن مقدار طلبتها. وكانت تقول لها فاطمة ربما سوف يعاقبونك بسبب ما حدث. قالت لها لا تقلقي، وذهبت إلى مقدار وكانت تتحدث معها وقالت لها هيا أحضري لها القهوة. قالت لها لا حاجة، ثم قالت لها هناك شيء كثير أريدك أن تتعلميه. وقالت لها أنا لقد حدث كل شيء عن سوء فهم، ولكن طردت الخدم، ولكن أنت لقد استضفتيهم في منزلك عن طيبة خاطر، ولكنك لتعلمي على أنك قمت بوضعي على نفس المستوى معهم. قالت لها هنجر العدالة ليس لها مستوى يا سيدة مقدار، وهما عانوا من الظلم. ثم بعد ذلك قالت لها
لا يمكنهما العودة إلى هذا المنزل لمجرد أن جيهان يريد منهم أن يعود إلى هذا المنزل. وقالت لها: أنا لا أريد أن أعيد كلامي وأن يبتلع كلامي مرة ثانية، فإذا كان المال سوف أعطيهم المال، سوف يحصلون على أكثر من تعويضاتهم، فسوف تحمي سمعة حماتك ضدهم، وإذا قمت بذلك سوف أقتنع أنه يمكنك حمل اللقب ديفيوغلو. وقالت لها هانجر: لم أفهم ماذا علي أن أفعل. قالت لها: سوف تعطيهم هذا المال وتخبريهم بأنهم سوف يذهبوا من المنزل لأنهم أصيبوا بالإهانة ولن يعلم ذلك جايهون، وإذا ساعدتينني في تصحيح الأمور مع ابني وهل ستقفين خلف حماتك، وإذا كنت حكيمة فسوف تقبلي ذلك، وإلا فأنا لست مسؤولة. وبعد ذلك خرجت هانجر وكانت تنظر إلى ذاك الظرف من المال وكانت تتذكر كلام مقدار. ودخلت هانجر إلى المنزل وأخبرت فاطمة وأسو بما قالت لها مقدار وأعطتهم المال وكانوا حزينين جدا، وقالت لهم: إن فعلت هذا سوف أكون ظالمة مثلهم ولا أريد أن أتجاهل هذا. المهم بعد ذلك عاد جيهان إلى المنزل وكان ينظر ولم يجدهم، وقال لها: أين هم؟ ألم تخبريهم أن يعودوا عندما أعود؟ قالت له: لقد قلت لهم ولكنهم ذهبوا قبل أن ولا يريدون أن يعملوا هنا، ولقد أعطيتهم المال وذهبوا بعد ذلك، لقد فعلت ما بيدي يا ابني. وقال لها جيهان: نعم، إذا كانوا يريدون الذهاب فلن نرغمهم على فعل شيء. ولكن بعد ذلك كانت بايزا تجلس وكان ينظر إليها وكانت تقول: هيا لكي نذهب لكي نتعشى. وقال لها: سوف ننتظر هناك ضيف. وقالت له: من؟ هل ياسمين أم إنجل؟ ودخلت أسو وكذلك فاطمة وقال لها: هذو هم ضيوفنا، هيا تفضلوا إلى طاولة العشاء لا شيء لكي تخجلوا منه. وكان الجميع ينظر إلى بعضهم، وبعد ذلك جلسوا على الطاولة وكان يقول لهم: هناك ضيف آخر. وكانت هانجر هي الضيف الآخر، وكان الجميع مصدوم وينظر إلى بعضهم البعض، وكانت سينم هي الوحيدة التي سعيدة جدا. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تنسوا تشجيع بلايك والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع الأصدقاء.